كؤوس في مطلع هذا العام. ومش كده بس، حتى مباراه السوبر الافريقيه خسرنا في اخر ثانيه. وانا يعني مش هقول على الماتش اللي بعده، لان طبعا كنا حاله نفسيه صعبه وبتاع، مش هحطه ده مقياس. ولكن حتى مع المنافس اللي هو بيلعب بنجوم ويعني ونجوم جاهزين ودافع وبتاع، مع ذلك احنا ماشيين ايكوال. فبرضه حتى الفروق مش كبيره. دي وجهه نظري، ما اعرفش حضرتك تأيدني فيها ولا ليك وجهه نظر مختلفه. لا انا مأيد حضرتك فيها، لان طالما انت بكل الكلام ده انت ايكوال مع الفريق المنافس بتاعك اللي هو اصلا محتفظ بأقدم لعيبه وكده وبتاع، فانت ايكوال معاه بهذا، فده يبقى نتاج كويس وبدايه نجاح اصلا للتجربه اللي هي موجوده وكده. تمام. انا ساعات بلاحظ ان هجومات من كل حته وبتاع، وانت عارف السوشيال ميديا وكده وبتاع. يا جماعه انتوا فاهمين الدنيا ولا مش فاهمين الدنيا؟ انت راجل بتمشي اصلا باللعيبه دي كذا، والتاني اصلا ماشي كذا، فالعادي والطبيعي ان انت اصلا تلاقي ان في حتت صغيره، الحتت الصغيره دي بتنتهي في بطولات معينه، بتخلص في حاجات معينه. تمام، بيبان طبعا، انما في الاخر النادي ناجح في اللي هو فيه. مش حاجه يعني مش حاجه بعيد، مش بتخسر، مش حاجه يعني مش انت طالع مثلا الرابع مثلا. صحيح. انت بتبقى منافس لغايه اخر وقت. تمام. الحاجه الثانيه، انت المنافس اللي انت بتنافس معاه لغايه اخر وقت ده، ما هو بياخد بطوله وانا باخد بطوله. انا مش هفضل اخد البطولات كلها، عمر ما النادي ياخد البطولات كلها. يعني فاهمها؟ يعني انا مثلا في سنه من السنين اخدت ابطال الكاس وابطال الدوري والسوبر والدوري وقطر ما سافرتش عشان خاطر ابتلى كان في ساعتها يعني مطار كده. هل معنى كده ان انت السنه الجايه المطلوب من اللاعبين ياخدوا برضو كله؟ لا، بيبقى في مواسم استثنائيه بتاخد كل حاجه، لأن بس انت قدامك المنافس برضو، ما هو بيجد من نفسه المنافس نفس الشيء الكلام ده. فبالتالي هنا ده احسن حاجه اصلا النادي وصلها، موجود في المنافسه هي بمنتهى القوه، بمنتهى الجديه، بمنتهى كل حاجه. في حاجات بتحصل اضرب كده، ما احنا لازم هو ده اللي نستحمله، عشان كده بقول لحضرتك هي مخاطره. تمام. ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يكرم اصلا وفيها وكرم زي ما انت قلت في كام بطوله وكده. نعم، ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يتمم النجاح على خير ويكمل يعني. ان شاء الله اللعيبه الصغيرين دي يعني بامانه. يعني مثلا انا بحب اقف شويه على لاشين، لانه انا لاشين يعني عجبني جدا بصراحه كابتن. معلش انا يعني نظر المشاهد كده، لاشين لا لعيب كويس يعني. فلما الاقي واحد زي لاشين ده، اصلا لعيب اوروبي، انا بتكلم بكل امانه، وفوكس كمان بقى يعني بصراحه، وياسر سيف، انا بتكلم عن اللعيبه الصغيره دي. انا لما الاقي لعيب زي ده وفي بروميسنج جدا ولعيب واعد بشكل كبير، ما لازم يبقى له غلطه واتنين في بدايه حياته. كلنا كنا كده. حضرتك كنت لعيب، اول ما طلعت كان ليك غلطه اتنين في ماتش مهم، اتعلمت منها، بعد كده بقيت اقوى وانشف، وبعد كده خلاص بتعدي. فانا شايف ان دي قمه المهنيه، ان انا اعمل لاعب بهذا الشكل وادفع بيه واصنعه، وبعد كده يقعد 10 15 سنه بطولات. ما فيش شك ان رصيد اللاعبين بيزيد بحكم خبرات واشتراكه، تعرضه للمواقف اثناء المباراه. تمام. تعرضه للضغوط اثناء المباريات الحاسمه وكده وبتاع، دي بتزيده صلابه. صحيح. وبتزيده ثقه بالنفس، وبتزيده اصلا اداء، وبتزيده حسن تصرف اكتر في. صحيح. وبالتالي هو ده حاجه كويسه يعني. وبعدين هي زي ما بيقولوا دلوقتي دنيا الاحتراف. صحيح. انت ما بتلاقيش اصلا حد كده، بتجيب حد من بره. صحيح. النادي الاهلي بيلعب على مركز واحد. صحيح. هو الاول ما فيش لو انت نادي بتادي وخلاص يعني. صحيح. تضمن تطلع من ستة الاول، نقول لك ماشي اديها زي ما انت اديها. تمام. انما هنا لا، ما فيش فيها صار. وبالتالي ده بيسخن اللعيبه اكتر وبيزيدهم ثقه اكتر ان شاء. صحيح. الله مش هترحمني. طب قول لي يا كابتن، يعني في تاريخك اصعب بطوله لعبتها ايه؟ فكر كده شويه. اصعب بطوله لعبتها، اول بطوله افريقيه خدناها كانت في طنجة. كان النادي الاهلي كان النادي الاهلي كان بقاله حوالي، ما كانش بيشارك في بطولات افريقيا كتير، كان بحوالي بقاله 20 سنه 25 سنه ولا خد بطولات افريقيا، من ايام جمال شمس الله يرحمه. الله يرحمه. كابتن جمال شمس الله يرحمه يعني. كنا خدنا معاه بطوله افريقيه وكده، وقبليها كان ايام انا كنت لاعب كنا خدنا بطوله افريقيه مع كابتن موسى عباس الله يرحمه، وفي كان خواجه ايدور وكده، ومن ساعتها النادي ما بيشاركش في بطولات افريقيا كانت. فطبعا انت عارف الضغط. السنه كام اللي كانت في طنجة دي يا كابتن؟ دي كانت 2013 2014. كنت انا لسه راجع اصلا جاي ماسك. لا اقول لك بقى قبليها كمان بقى، قبليها كنا اشتركنا في بطوله عربيه زي ما بيحصل كده. كوره منتخب مصر. بطوله عربيه وخدنا ثالث. خدنا ثالث يعني، شاركنا في بطوله عربيه وخدنا ثالث. وجيت في النادي اتسالت عاصم انت هتروح بطوله افريقيه وزي كده. تمام. فقلت لهم انا جاي عشان اشارك في بطولات دي اصلا حاجه، وبطوله عربيه ما تودينيش لحته ولا اي حاجه، انما دي اساس والنادي بقاله مده اصلا، فانا عايز اشارك. عارف وانت بتتكلم مع الاداره وكده كان يقول لك ايه يعني كنت تحس ان انت ايه
لا شكلهم مش هيشاركوا يعني كده وبتاع. شاركنا ورحنا وجي معايا اصلا الاهلي بكله وكل الناس اتجندت عشان خاطر الكلام ده. وطلعنا بقى هي قوي بتوع كابتن افريقيا. كان من ساعتها كان الطريق ها تفتكر الفاينل كان مع مين؟ فانا كان مع الزمالك. كان مع الزمالك يعني البطوله اتاخدت من نادي الزمالك كانت في كانت بطوله افريقيه. كان بطوله افريقيه. ومين مين الجيل ده؟ فاكر الجيل اللي كان الجيل ده موجود بقى كان علي زين كان لسه طالع؟ علي زين لا ما كانش لسه طالع. لا 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 ده كان خلاص بقى كان 2013 كان نجم يعني 2013 بيتكلم من ست من سبع سنين. لا كان علي زين اصلا.